أهلا بكم من جديد. خسر داعش آلاف الهكتارات التي كان يحتلها سابقا في كل من سوريا ومن العراق إثر الضربات الموجعة التي تلقاها من التحالف الدولي ومن القوات العراقية إلى جانب المعارضة السورية، لكن الأراضي التي خسرها هي أكبر خسائره خلال عام. فإلى جانب ذلك خسر داعش أيضا العديد من مصادر تمويله والعشرات من قياداته. كل هذا أضعف الرسائل الترويجية التي امتاز بها في بداية إعلانه لخلافته المزعومة. خسائر داعش كثيرة، فقد مقاتلو التنظيم 22% من الأراضي التي كانوا احتلوها في سوريا وفي العراق خلال 14 شهرا الماضية، وفقا لمعلومات جمعتها شركة AHS للأبحاث المتخصصة في متابعة مناطق الصراع. وفي أقل من 3 أشهر فقد مقاتلو التنظيم 8% من الأراضي التي كانوا يستولون عليها. واعتبرت الشركة أن فقدان داعش لبعض الأراضي التي كان يسيطر عليها قد يكون سببا في التضييق على مصادر التمويل. ذكرت أيضا في تحليل حديث لها أن تنظيم داعش فقد 40% من عائداته المادية التي يأتي معظمها من النفط، وبعد أن فقد الكثير من المناطق على الحدود التركية السورية إلى جانب استهداف الطيران مواقع نفطية هامة والمراكز التي يجمعها ويجمع فيها الأموال. وأدى فقدان التنظيم لبعض الأراضي في سوريا إضافة إلى قتل العديد من قادته البارزين أو إلقاء القبض عليهم في الأشهر الأخيرة الماضية أدى إلى إضعاف الرسائل الترويجية للتنظيم كما يقول بعض الخبراء. وذكرت مصادر أمنية أن تدفق الإرهابيين المتجهين للقتال في سوريا تراجع أيضا، إذ لا يزال الأعضاء المنضمون حديثا للتنظيم يتوجهون إلى سوريا لكن بمعدلات أكثر تباطؤا.